طب دكتور عارف نفسك؟ دكتور حامد صديق. ما حدث سواء كان في شمال سيناء او في ميناء ايلات تم عن طريق الشعب المصري كشف المؤامره الصهيونيه اللي من خلالها ارادت ان تضرب زي ما بيقولوا يعني في المثل ضرب عصفورين بحجر. احنا عارفين كان في هناك احتجاجات اسرائيليه والاحتجاجات وصلت الى بيت رئيس الوزراء الاسرائيلي، ورئيس الوزراء الاسرائيلي حاول بقدر المستطاع ان يوقف هذه الاحتجاجات فلم يستطع، وبالتالي كانت هذه الخدعه او العمليه اللي حصلت في ايلات وهي عمليه قامت بها الموساد. وكان دليلنا على ذلك ان الاتوبيس الذي قيل تم انفجاره وهو مقسوم الازاز تم حضور مجموعه من المتطرفين اليهود يشاهدون هذا الاتوبيس، فلو كان بالفعل هذا تم تفجيره من خلال مقاومه ما كان هؤلاء اليهود المتطرفون يحضرون. ده بيؤكد على ان الاسرائيليين هم بانفسهم جابوا هؤلاء اليهود. وما تم بعد ذلك ليس جس نبض للشعب المصري، ولكن هو كان المراد منه هو انقلاب الجيش، انقلاب الشعب على الجيش، لأنهم عارفين رد فعل الجيش في حال قتل مصريين على الحدود ان الجيش لا يتحرك، وهم ارادوا بذلك الفتنه بين الشعب وبين الجيش. لكن هذه فرصه سانحه الان امام المجلس العسكري وامام الحكومه المصريه، اذ ان المجلس العسكري عنده الدليل القطعي بقطع العلاقات مع اسرائيل عن طريق تجميد العلاقات مع اسرائيل. يتقدم الجيش المصري بطلب الوزير الخارجيه المصري ان هو يرفع دعوى قضيه امام الامم المتحده بتجميد العلاقات مع اسرائيل لحين الانتهاء من التحقيقات بشان ام رشراش، حيث ان ام رشراش هو ميناء ايلات. فبالتالي حصل هناك تزوير جغرافي في المنطقه وهو استبدال منطقه ام رشراش بميناء ايلات. حين وقتها لا يعود العلم اسرائيل على الارض المصريه مره اخرى، وقتها سوف تنقطع العلاقات ولا تكون قيمه لكامب ديفيد. بس المطلوب ان المجلس العسكري يستطيع ان يكون تحت المسؤوليه ويقدم من خلال وزاره الخارجيه طلب الى الامم المتحده بشكوى بدعوى قضائيه ضد الكيان الصهيوني بتزوير جغرافيه الارض منطقه ام رشراش، بالاضافه على ان اختراق الكيان الصهيوني لاتفاقيه كامب ديفيد من خلال قتل مصريين على الحدود ودخول القوات العسكريه الى الاراضي المصريه دون تنسيق مع القوات المصريه. وقتها نستطيع نقول بالفعل ان المجلس العسكري وطني ويريد تحرير مصر. اما في حال تقاعس المجلس العسكري وليس تباطؤه ولكن تواطؤه بعد ان قال يهود براك بسحب اعتذاره دون ان يتقدم المجلس العسكري او الحكومه بشيء يعيد للشعب المصري حقيقة أن وطنية الحكومة ووطنية المجلس العسكري منبثقة أو ممتدة إلى الشعب المصري، هنا هنقدر نقول الشعب والجيش إيد واحدة. لكن في حال تغافل وتقاعس المجلس العسكري والحكومة عن اتخاذ إجراء بشأن ما تم حديثا من سحب يهود براك للاعتذار الإسرائيلي، يؤكد على أن هناك تواطؤ بين المجلس العسكري وبين إسرائيل بهدف إحباط الثورة. شكرا لكم.